حضرتك اتكلمت في نقطة ان البداية كانت مهمة جدا يا كابتن سامي امبارح، كانت بداية مهمة رغم الصعوبات. خلينا نتكلم، كان في صعوبات على المستوى البدني، انتوا راجعين من رحلة مرهقة جدا على المستوى البدني، على مستوى الغيابات، اشتغلت على الجزئية دي ازاي؟ والجزء الثاني من السؤال، كنتوا قلقانين رغم السيطرة الكاملة على الشوط الاولاني، لكن عدم احراز الاهداف كان قلق الجهاز الفني شوية؟ بص يا كابتن، والله زي ما حضرتك اتكلمت ان اولا اللي احنا فكرنا فيه اللي انت ازاي تفصل يا كابتن بعد بطوله كبيره جدا وتحقيق نتيجه ايجابيه جدا بالنسبه لنا اللي هي ثالث العالم، ان انت ترجع تاني في منافسه تانيه، في طموح تاني، في دوافع تانيه، كان مهم جدا. الاعداد النفسي كان مهم جدا للمباراه، وده الحمد لله الراجل اشتغل فيه كويس. الناحيه البدنيه برضه نفس القصه حضرتك اتكلمت عليها، اللي احنا لعبنا ثلاث مباريات في حوالي 7 أيام أو 8 أيام، كان مهم جدا مع السفر، مهم جدا برضو اللي انت كنا نشتغلها، والراجل كابيلو برضو اشتغلها بشكل كويس جدا. أكيد. الحاجه الثالثه اللي انت برضو، انت بدايه مهمه، انت بطل افريقيا، انت ثالث العالم، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه 3 بونت على ملعبنا، بنلاعب خصم لو ان الناس برضو شككت حتى في الخصم اللي احنا بنلعبه. يعني احنا ده العادي، ده العادي يا كابتن، حضرتك عارف ان احنا بنلعب دوري الابطال، ما بنلعبش صحيح بطوله ثانيه او كونفدراليه الناس تاخد الكاس ممكن تكون بالصدفه، لا احنا انت بتلعب بطوله دوري ابطال، يعني ابطال الفرق في كل بلادها، يعني المريخ بطل طبعا، هو والهلال من اقوى الفرق اللي عندها تاريخ كبير جدا في افريقيا، عندها جماهير كبيره، عندهم مدرب لسه جديد، وعندهم لعيبه لسه متعاقدين معاهم عشان بطوله افريقيا، رغم كده الناس برضو بتشكك، لكن الحمد لله احنا انت اللي بتجبره يا كابتن سامي، انت اللي بتجبره على احترامك من خلال ادائك في الملعب، من خلال انك بتفرض رتمك عليه، وبالتالي ممكن الناس تبص ده فريق ضعيف، لكن هو مش فريق ضعيف، ده النادي الاهلي هو اللي قوي، هو اللي بيسيطر يعني. بالظبط، واحنا الحمد لله كابتن، حتى لو الناس برضو تركز شويه، احنا الحمد لله الفرقه الوحيده اللي في كل المجاميع اللي انت كسبان 3 مظبوط طبعا 3 اهداف في المباراه، برضو دي بتثبت ان انت بطل، ان انت مختلف. الحمد لله كان الحمد لله كان تفكيرنا الحمد لله ايجابي، حتى في بدايه الشوط الثاني وجينا الشوطين الراجل اتكلم في النقطه دي، اللي احنا لازم نبقى اهدى، احنا بنوصل عندنا فرص كثيره، بس لازم نهدى في الثلث الاخير، ولازم عندنا ثقل شويه، وده الحمد لله اللي اعتقد اللي حصل. كان عندنا الحمد لله 3 أهداف مميزين، عندنا ضرب جزاء اعتقد في الاخر كانت واضحه جدا، كانت ممكن تتحسب، عندنا قبل كده برضو كان عندنا فرص كثيره لجونيور وقفشه و